اليوم كلقاء ديمقراطي كحزب تقدم اشتراكي نقارب المسألة الأكثر حساسية وهي المسألة الصحية، وأعتقد معاناة الشعب اللبناني بعد الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة في الموضوع الصحي والدوائي أصبحت لا تطاق. هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك جهود بهذا الاتجاه، جهود حثيثة جدا من وزارة الصحة برعاية مرات الحكومة من الصناديق الضامنة، ولكن سعر صرف الدولار والكلفة العالية للاستشفاء والدواء مقابل مداخيل الناس اللي بقيت بالعملة اللبنانية أصبح الاستشفاء والدواء تقريبا بالحد الأدنى من 80% على عاتق المواطن. يعني صار نظريا في ضمان، في تعاونية، في وزارة صحة، في ربما قوة أمنية، ولكن عمليا باستثناء الجيش كان عنده موضوع الهبات والمداخيل، أعتقد المواطن اللبناني للأسف أصبح بنسبة كبيرة مكشوف لأمنه الصحي. لا نستطيع أن نستمر على هذا المنوال، لذلك كان لابد من النظر بكيفية الخروج من المأزق، منطلقين من مبدأ أنه يعني البحبوحة السابقة لن تعود، ومن يأمل أنه ويتذكر ما كان قبل 2019 أنه سيعود بيكون مخطئ، بيكون لا يقرأ المستجدات الاقتصادية المرتبطة بمستوى الدخل وحجم الاقتصاد بشكل عام وحجم الاحتياط الموجود بمصرف لبنان، وكل هذه المسائل التي تتطلب ربما تسوية سياسية، حل سياسي مستقبلا وصولا إلى خطة تعافي اقتصادي، قد تتطلب سنوات لإعادة جزء من البحبوحة التي كان يعيش فيها الشعب اللبناني، وأقصد هنا الأمن الدوائي والأمن الصحي. لذلك من موقعي كعضو قيادي بالحزب التقدم الاشتراكي، كعضو باللقاء الديمقراطي، من موقعي كرئيس لجنة الصحة النيابية، كان لابد أن ندرس الملف بتفصيله. وهون بدي وجه الشكر لكل من عمل على هذه المسألة، بدءا من دكتور عاطف مجدليني، الوزير محمد خليفة، الوزير غسان حصباني، زميلنا السابق صديقنا دكتور عاصم مراجي، وأعتقد مجموعة كبيرة من الوزراء والنواب اللي حاولوا مقاربة مسألة التغطية الصحية الشاملة التي تسمى بالخطأ ربما بالإطار الشعبي المتعارف البطاقة الصحية، هي مفهومة العلمي التغطية الصحية الشاملة. هذا الملف وجدناه عالق في لجنة المال بسبب الأمور المالية، وكان المشروع الأول المطروح هناك يتطلب أنه أن تغطى المصاريف لهذا التغطية الصحية الشاملة من مداخيل الخليوي. أعتقد هذا الموضوع صار ورانا بالوقت الحاضر، لذلك كان لابد من تفتيش على مصادر تمويل أخرى في ظل عجز الدولة الحالي، وأعتقد مش أعتقد أنا على ثقة بعجز المستقبلي على الأقل بالسنوات القريبة القادمة أن تغطي المسألة الصحية بإطار النسبة اللي كانت معتمدة سابقا. يعني سابقا كان عندنا 80% على حساب الصناديق الضامنة، 20% على حساب المواطن، هلأ نحن صرنا بالعكس. وهذه المسألة المشكلة على ازدياد، يعني أزمة القطاع الصحي والنظام الصحي وأزمة السيولة مع المواطن اللبناني وكلفة الاستشفاء العالية وكلفة الأدوية، وبعد ما رفع الدعم تقريبا عن أكثرية الأدوية، والمشكلة التي تستمر معنا بتأمين كامل أدوية السرطان والأمراض المستعصية بالوقت الحاضر. بدي يعني نكون صريح، هلأ عم نصرف من الاسدار أموال السحب الخاص، طب عندما تنتهي ماذا نعمل؟ لا يوجد اعتمادات في الموازنة تغطي هذه المسائل. لذلك يعني درسنا هذا الملف من كل جوانبه، وأعتقد آن الأوان أن تعالج كل الثغرات الموجودة من هنا وهناك، واللي كانت وأقصد هنا مزاريب الاستفادة وربما الهدر ببعض الملفات. يعني باختصار، آن الأوان أن نكرس مفهوم
العدالة الاجتماعية الصحية، مفهوم التكافل والتضامن الاجتماعي، مفهوم مساهمة الأغنياء والميسورين بالتغطية الصحية لمجمل الناس، لأن جزء كبير يعمل عندهم يعني بالمعنى المباشر للكلمة. وهون بهذا الإطار استجمعنا كل الإمكانيات المتوفرة لتأمين الاعتمادات المطلوبة لهي التغطية. هي التغطية مكلفة، يعني كان سابقا وزارة الصحة تدفع بين 300 و400 مليون دولار سنويا بالموازنة لتغطية الكلفة الاستشفائية والدوائية. بالوقت الحاضر تصور موجود عندها يمكن بحدود 30 مليون بالموازنة. أشوفوا هذا الفرق بالإمكانات. أنا أكيد تشاورت مع معالي وزير الصحة مشكورا ببعض الأمور المرتبطة بهذا القانون. الاقتراح السابق تم توزيعه، السابق عم بحكي، على كل أعضاء لجنة الصحة النيابية، على المراجع المعنية بهذا الملف من جامعات وحتى مؤسسات دولية، وسنعقد لاحقا حول هالمسألة أكيد بعد تقديمه رسميا للقانون ربما ورشات عمل لدرسه. أكيد الأساس مجلس النواب، هو المشرع الأساسي، هو اللي بده يحاول يقارب هالمسائل بلجنة الصحة النيابية واللجان الأخرى، وبنفس الوقت بنحاول كحزب تقدم اشتراكي نقوم بدور يعني استشاري إذا صح التعبير مع كل المعنيين بهذا الملف بالمجتمع اللبناني. عم نحكي القطاعات النقابية، القطاعات الاقتصادية اللي ممكن يكون عندها اقتراحات، إضافات، ملاحظات، تصويب لهذا الملف. نحن عم نقدم اقتراح ما عم نقول إنه منزل، قابل للنقاش، ولكن على قاعدة واحدة: مساهمة أغنياء البلد باستشفاء المواطنين. الدولة رح يكون لها مساهمة وستستمر، ولكن لا تستطيع الدولة لوحدها اليوم أن تؤمن هالتغطية الصحية للمواطن اللبناني. لذلك سأختصر، القانون كبير، اقتراح القانون اعتمدنا بهيكله الأساسي، جزء منه كان معتمد بالاقتراح السابق، برجع بقول الأسباب اللي أشرت لها سابقاً. عدلنا بشكل أساسي بمصادر التمويل. مصادر التمويل أول مصدر أكيد مساهمة الدولة بموازنتها. ما بنعرف كيف ستكون هي الموازنة ب 23 أو ال 24 أو ال 25 بعدين، وهذا مرتبط بتوازن بين الصادرات والواردات، بين المداخيل والمصاريف، بين التزام لبنان بشروط صندوق نقد الدولة، بتخفيف عجز الموازنة، بكل هذه الأمور، بالتحقق الضريبي. يعني ما بدي أتوسع كثير في الملف، ولكن هيدا خاضع للوضع الاقتصادي المالي المرتبط حكما بالوضع السياسي بالمراحل المقبلة. ولكن لذلك هيدي النسبة اللي اسمها مساهمة الدولة واللي يجب أن تكون أساسية، لأنه هيدا الصندوق هيغطي ما تغطيه اليوم وزارة الصحة لكل المواطنين، وسيكون مفتوحا للشرائح الأخرى. إضافة لذلك نحن اقترحنا عدة مصادر تمويلية راح أحكي على باختصار. أول شيء هذا النظام في شيء بغطي يعني جزء منه إلزامي، حزمة بسموها أساسية وحزمة شاملة. عم نحكي هون حتى بطب الوقائي، بالفحوصات الخارجية السنوية ربما تكون إلزامية، بتعزيز دور المستشفيات الحكومية بهذا الملف، مراكز الرعاية الصحية الأولية لنخفف على كاهل الدولة، وأكيد بتقديم الخدمات الاستشفائية بالمؤسسات الرسمية والخاصة الاستشفائية مع الاستفادة من أدوية السرطان وأمراض المستعصيين. يمكن نحن باقتراحنا ما حطينا مساهمة المنتسب، لأنه بالحقيقة فضلنا أن تكون هيدي المعادلة أفضل من خلال نسبة التغطية، لأنه للأسف عندما تكون التغطية شاملة وعم نعطي مساهمة، هيدي عم تفتح باب الصرف الإضافي ربما وسوء استخدام الأموال أحياناً، العمليات الإضافية الطبية اللي يمكن كان يكون في ضرورة للحد منها. حارجع أعود لمصادر التمويل. أول مصدر، الرسم على الثروة. الرسم على الثروة
بكل العالم المتحضر هناك شيء يسمى ضريبة على الثروة، وكان رئيس اللقاء الديمقراطي الرفيق تيمور جبلات تقدم إلى مجلس النواب الكريم باقتراح قانون لضريبة على الثروة مفصل، بدأ نقاشه بلجنة الموازنة من سنة تقريبا وتوقف في الوقت الحاضر. أتمنى أن يستمر هذا النقاش، وربما بالمستقبل نضم هذا الاقتراح لذلك الاقتراح. يعني في عدة بنود بهذه الضريبة، حكما عم نحكي هون عن ضريبة الثروة النقدية وغير النقدية، ممتلكات إلى آخره. أكيد استثنينا العقارات التي تستثمر بالزراعة، يعني إذا كان أحد عنده أملاك كبيرة مش مستثمرها بده يدفع عليها ضريبة، إذا مستثمرها بالزراعة ما في مشكلة تعفى. عم بعطي أمثلة. بالقانون ورد التفاصيل عن هيدا الضريبة على الثروة. نحن منقدر حتدخل إلى هيدا الصندوق للتغطية الصحية الشاملة حد أدنى عشرات ملايين الدولارات. يعني عم بحكي هون آن الأوان للثروات الكبيرة بالبلد دون استثناء أن تساهم بالحد الأدنى بالتغطية الصحية الشاملة للمواطن اللبناني. المصدر الثاني للدخل، عم نحاول نسترجع ما أخذ. نحن بتصور من 20 سنة أو أكثر فرض على الشعب اللبناني التأمين الإلزامي للسيارات، حطينا ضريبة عم يستفيد منها القطاع الخاص. نحن ما عندي موقف من القطاع الخاص، القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد، ولكن تجربة هالسنوات اللي مرت أثبتت تهرب هالشركات، شركات التأمين أو بعضها مش هي ما أظلم الجميع، من التغطية. خاصة أنه يعني بوالص تأمين الإلزامي للأسف بتشوفوها مع معاقبين معاملات بمكاتب النفع، مش هيك جميعا بنشوفها هيدي. لكون صريح، هيدا مبلغ كبير، هيدا مبلغ يتراوح بين 30 وبين 50 مليون دولار سنويا. ولكون صريح أكثر، أكترية هؤلاء الناس بس عم يتعرضوا لحوادث عم يجوا يتحكموا على حساب الدولة أو على فتوى الخاصة. في تهرب، متحمل المسؤولية، أو على الأقل بيقول لك أنا بغطي لك هالقد هالنسبة والباقي يدبر حالك. مش هيك نحن عم نقول خلي الدولة تستوفي هيدي الأموال والدولة تحكم تغطي، ما في أي إشكال. وهون كمان مصدر كتير كبير عم نسترجع للدولة، لأنه هيدي ضريبة على الناس. التأمين الإلزامي إلزامي، اسمه إلزامي مش اختياري. يعني عم نحكي هون بحدود المليون ونص مليونين مركبة. السيارة العادية بتعمل تأمين إلزامي مرة بالسنة، المراكب السيارات الكبيرة للشحن بتعمل مرتين بالسنة وأسعارها أغلى، مش هيك؟ المصدر الثالث، حاطين رسوم على المواد المستوردة. كمان آن الأوان نلحق شوي الحضارة والحداثة بالعالم. ما في دولة بالعالم ما بتحط رسوم عالية على الدخان والمشروبات الروحية ومشروبات الطاقة إلا لبنان. وللأسف أنا بعرف رح يطلع صوت دغري مباشر، وهذا بيزيد التهريب. بالعكس، هيدا دافع إنه أنا الأوان نضب حدودنا. وهي مش موضوع سياسي، مش هي ما يتخذ على محل تاني، هي موضوع بحث اقتصادي. دفعنا 20 مليار دولار للمافيات اللبنانية السورية المشتركة بس كنا عم ندعم بعض السلع، مش هيك؟ وراحت هبال اسم الأكبر منها، مش مستعدين نكفي النزيف. فضريبة على الدخان وعلى المشروبات ضرورية، لأن أول شيء هيدي كماليات منا يعني أساسيات بالحياة. ثاني شيء عم نحد من التدخين بنفس الوقت، يعني بكون عم خف ضرر الناس. بكره بيطلع لي ناس انه هيدي بتضر السياحه، لانه بالسياحه المشروب اساسي. لا، انا رايي نحن عم نعمل السياحه خارج لبنان وبنعرف هيدا الموضوع شو كلفته وشو معناه. وهيدا كمان ممكن يضر حسب معلومات اللي استقيتها من الجمارك، كمان مبالغ بملايين الدولارات قادر تستخدمها وزاره الصحه لتغطيه المواطنين اللبنانيين.
دخل رابع هو رسم على صفقات اللوازم والأشغال والخدمات. يتفضل كل مقاول مهما كان حجمه، والحمد لله عندنا مقاولين أحجامهم كبيرة بياخدوا صفقات كبيرة. عم نحكي مش بس التزامات بموازنة الدولة، عم نحكي موازنات المؤسسات الدولية بالعملة الصعبة، بدنا 1% بس من صفقاتهم. 1% من صفقاتهم تنحط لهيدا الصندوق. عم نحكي كل عقد لمقاول لبناني أو أجنبي حتى عم ياخد التزام بلبنان مهما كان حجم الالتزام، بدنا 1% ضريبة بيستوفيها المالية من هيدي الصفقة تنحط بصندوق استشفاء وطبابة ودواء الناس. في بعد مصادر تمويل تانية إضافية، بس أنا حكيت عن الأساسيات ومنفتحين نحن بالنقاش بكرة باللجان إذا حدا بيطلع عنده اقتراحات إضافات لتمويل هذا الصندوق. بس نحن حاولنا بقدر الإمكان نركز على الفئات الميسورة، على المؤسسات الميسورة، ما نتجه باتجاه جيب المواطن العادي. لأنه إذا بنرجع للشيء السابق، ضريبة على الخليوي، طب الخليوي كل إنسان بيتعاطى الخليوي، اللي معه 20 مليار دولار بيتعاطى خليوي، واللي معه دولار بيتعاطى خليوي، يعني نحط نفس الضريبة على نفس الناس، مش عادلة تطلع. بقصة الثروة، قصة المركبات، قصة الصفقات، قصة التفاصيل، أنا رأيي تطلع عادلة أكثر، فيها تكافل اجتماعي أكثر، وفيها مساهمة عملية مباشرة ضريبية لصالح مهمة سامية. حماية الأمن الصحي والدواء للناس هي أسمى المهمات وأبشع ظاهرة عنا اليوم بلبنان بكل التحلل اللي عم تشوفوه، هي معاناة الناس بالاستشفاء والدواء. عشان هيك نحن مركزين كثير على هذا الموضوع بالحزب عنا، وأنا أكيد لجنة الصحة النيابية بيشاركوني كل الرأي وناقشنا الموضوع إحنا وياهم. وهي موضوع برجع بقول وطني، منه موضوع حزبي سياسي فئوي، هي بيمس كل الناس، بيمس كل الناس، كل الناس عم تعاني اليوم، كل القوى السياسية، كل المجتمع بكل فئاته عم بيعاني بمشكلة انهيار النظام الاستشفائي وغياب الاعتمادات لتغطية الاستشفاء أو الدواء.